بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذه الليلة نعيش في رحاب سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، نزلت تكمل وتثبت قواعد المجتمع المسلم الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يقيمه في هذه الأرض، ليكون النموذج المحتذى في الإيمان والمعرفة والسلوك والأخلاق والدعوة والجهاد في سبيل الله. في هذه السورة نقف عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إلى آخر الآيات. هذا النداء الرباني للجماعة المؤمنة في هذه السورة هو نداء من 16 نداء بدأت السورة بأحدها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله سبحانه وتعالى يريد أن نقيم المجتمع المؤمن، وإنما يقام المجتمع المؤمن بإقامة أحكام الله، بإقامة أوامره ونواهيه. وهذه النداءات الربانية للذين آمنوا ترينا كيف يكون المجتمع الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تشير الآية الكريمة إلى أن هناك أناسا يمكن أن ينكصوا عن هذا الدين وينكثوا عهدهم ويرجعوا عن إيمانهم، وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل أن من دخل هذا الدين ثبت عليه واستمسك بعروته الوثقى لا انفصام لها، كما سأل هرقل أبا سفيان في الحديث الشهير الذي ذكره الإمام البخاري، قال له: هل يرتد من أتباع محمد أحد عن هذا الدين سخطة لدينه؟ في حد بيرجع عن هذا الدين بعد ما يدخل فيه كراهية لهذا الدين ونفورا منه؟ قال له: لا. وكان أبو سفيان صادقا، يعني يخشى أن تمسك عليه كذبة فتطير في العرب وهو لا يحب أن يتهم بالكذب، فكان يعني ينطق بالصدق ويجيب بما يعرف أنه الحق. فلما قال له: هل في حد بيرتد بعد ما بيؤمن؟ قال له: لا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. إذا خالط بشاشة الإيمان ونور الإيمان القلوب لم يتزحزح عنه، ولكن هناك خروج على هذا الأصل، ممكن تحدث أحداث وتحدث فتن فيرتد الإنسان على عقبيه اتباعا لهوى، حبا لدنيا،
سعيا وراء شهوة إلى آخره، أو أن هناك أناسا يضللونه ويسعون ليرتد عن دينه، كما قامت في فجر الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ردة القبائل العربية المعروفة، قام هناك أنبياء كذبة ادعوا النبوة، مسيلمة الكذاب في بني حنيفة، وسجاح بنت الحارث، والأسود العنسي، وطلحة طليحة الأسدي، وغير هؤلاء الذين ادعوا النبوة، وتبعهم أقوامهم عصبية لهم، قالوا كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. عارفين إن محمد صادق ولكن نبي ملكنا احنا من قومنا، ولو كذاب أحسن لنا. العصبية أحيانا تعمي وتصم. فكان ما كان، وارتدت قبائل العرب إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، وكانت فتنة عظيمة، ولسه الإسلام عوده طري. ولولا أن الله هيأ للإسلام رجلا مثل أبي بكر لكانت المصيبة طامة وعامة. ولذلك الحسن البصري حينما قرأ هذه الآية، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذل على المؤمنين عزة، قال وهو والله أبو بكر وأصحابه. يعني أول من ينطبق عليهم هذا أبو بكر وأصحابه الذين قاوموا الردة، قام أبو بكر المرتدين وقام منع الزكاة معهم، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. حتى سيدنا عمر في أول أمر كان قد تراخى وبدأ يناقشه، ولكن عرف أن الله شرح صدر أبي بكر، قال فلما عرفت رأيت انشراح صدر أبي بكر لهذا الأمر عرفت أنه الحق. وقاوم أبو بكر والصحابة معه الردة. ولذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فيه قراءة من يرتد وقراءة من يرتدد عن دينه بفك الإدغام كما يقول اللغويون، وكلاهما يعني صحيح. من يرتد منكم عن دينه أو من يرتدد منكم عن دينه فإن لله جنودا يدخرهم لمقاومة الردة، لا يتخلى الله عن دينه، لا يمكن. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لا يدع الله المرتدين يعيثون في الأرض فسادا ويفسدون كل شيء، لابد أن يقيد الله رجالا يقاومونهم حتى يردوهم إلى حظيرة الإيمان من جديد. وهذه سنة الله تبارك وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. في طائفة بيسميها العلماء الطائفة المنصورة، إذا ارتد قوم فلا يظنون أن الأرض قد خلت لهم، خلالك الجو فبيضي واصفري، لا، سيهيئ الله لهم من يقاومهم. هذه سنة الله تبارك وتعالى، يسموها سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فإذا وجد من ينصر الباطل سيهيئ الله من ينصر الحق. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هناك قوم ادخرهم الله عز وجل لنصرة هذا الدين، لا يدخرون وسعا ولا يألون جهدا ولا يبخلون بنفس ولا يضنون بمال،
بل يبذلون الأنفس والنفائس والغالي والرخيص في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.